اكلكم شنو؟ اكل شنو؟ لا حزين. احد قصر وياكم من الاكل؟ بعد شنو تعذيب نفسي واكل ماكو؟ ادري بس بالبدايه اول يوم. لا احنا ما نحكي عن هنا، احنا نحكي ان شاء الله غالي بالسيطره يومين ثلاثه. عارف رجعنا خلصنا المحاول. والله انا قاعد 42 وصلنا 200 هنا. احنا ممنونين منكم. خليت الازمه جميعا اللي حافظتوا على سلامه عوائلنا واطفالنا، وجزاكم الله الف خير. وهذه انت من تجيبونا وتحجرونا على شنو؟ سلامه اطفالنا وسلامتنا. واحنا نشكركم جزيل الشكر، سهلنينا ونشكره، محافظتنا ونشكرها بجميع مسؤولينها، وجزاكم الله الف خير. انتم من برطله؟ انا من حمدانيه. انا علي رشا. انا من برطله خارج اليوقان. المشكله استاذ انا كنت محصورين يعني بين السطرتين مع كردستان، يعني عبرت الاقامه قبل الاقامه عفوا كان اكو الخازر عبرت الاقامه ما خلوني اطلع، رجعت الخازر ما خلوني اطلع. يعني ضليت تقريبا 3 ايام بتشول اليوم. اني والاخ القام مقام والاخ نائب امر لواء 30 والاخ مدير بلديات والاخ مدير ناحيه برطله بهذا المكان، احنا سبق وان قلنا ما نسمح احد يدخل المدينه مدينه الموصل الا ينحجر انت الموصل. ولذلك اضطرينا نحجر الاخوان خارج المدينه. تفضل علينا احد اخواننا المسيحيين وانطانا هذا المكان، وانتم شفتوه الكاميرا شافته، يعني خارج المدينه اضطرينا نحجرهم. وما شاء الله يعني احنا شفنا يعني متوفر عندهم الاكل والشرب، الاخوان بالحشد ما قصروا، والاخ اخونا المسيحي ما قصر يعني، والصحه موجوده ومدير الناحيه موجود. اما قسم من الدعاة يريد والله ادخلهم للموصل، والله تعبانين وضعهم النفسي تعبان. شنو وضع النفسي تعبان؟ راح اجي من بيوت الناس هاني؟ وبعدين اكو ناس تبين انه هي يعني ما اعرف شنطيهم وصف يعني على متعذبين نفسيا، وما يصير وكل واحد لازم بغرفه. ايش عندي انا؟ يعني ما عندي. هذه الموصل موصلكم، لا بيها فندق لا بيها مكان ينحجرون به. زين انا اروح مثل بعض المحافظات ادور فنادق ب 300 و400 دولار باليوم، 500 دولار ما عندنا. ما هاي الموجود عندنا، اللي يريد يجي. احنا قلنا لا احد يجي للمحافظه، ترى اللي يجي للمحافظه ما نخليه يطب. وعندنا قولتنا المشهوره قلنا لا تنطبق السماء على الارض، ما حد يطب الموصل اذا ما ينحجر. صارت علينا شغله واحده خارج عن إرادتنا، لكن احنا اخذنا كل التحوطات الأمان. راح يطلع لي قسم يقول اكو ناس تدخل تهريب واكو كذا. احنا ما دام اهلنا موجودين ويشيلون التليفون يقولون لنا فلان طب، هذا هو هذا الوعي، هذا المطلوب. اني ارفع القبعة لأهل القبة اللي رفضوا ابنائهم صار لهم اشهر ما شايفيهم، وقال لهم ما حد يجي اذا ما يقضي 14 يوم. هذا الوعي اللي يريده. زين فأنا عندي امن المدينه الصحي تجاه هالكارثه اكبر من كل المسميات الاخرى اللي يشدق بها البعض. وأنا جيت بنفسي حتى أتأكد، ولو أنا متأكد من كلام الأخ أبو كوثر، ومتأكد من كلام الأخ مدير ناحية، ومتأكد من كلام الإخوان الموجودة هنا، ما ناقصهم شيء.
أكلهم موجود وشربهم موجود وكل شيء موجود. والله متأثرين نفسيا، طبعا يتأثر نفسيا، وإحنا العراقيين كنا ما شاء الله يعني كنا نفسيا متأثرين. جيبوا لي عراقي ما متأثر نفسيا، والله متأثر نفسيا تريدني أدخله قبل لو تريد تبين أنه أنت مدافع. فالمدينة ما حد يدخلها قبل أن يكمل 14 يوم. إحنا عندنا حالات مرات تصير النساء، لأن إحنا النساء عندنا خط أحمر وأنتوا تدرون وضحن، نجيبها ونوديها إما للمستشفى نحجرها إذا زوجها وياها، أو نوديها تنحجر ببيتها وبعد تعهد من المختار وتعهد من أهلها ومفرزة صحية وكذا. غيرها ما نقدر، وهي هذه يعني أعداد قليلة جدا. نعم بالبراري دا نمنع، وبالعقرب دا نمنع، وبسيطرة السبهان نمنع، ودهوك نمنع. ما سمعنا صوت لأحد ببقية المحافظات ضد الإجراءات إلا محافظتنا الوحيدة تطلع أصوات ولو هي قليلة. دائما ما عندها شغل وعمل بس الانتقاد، قاعد مرتاح متفلقح على ظهره وما يدري احنا مثل المصراع نفتر 24 ساعة في سبيل ان نأمن المدينة ونحافظ عليها من هذه الكارثة، ويجي يتفلسف بالكلام. ما يدخلون، اسمعني انت وتعرف انت اللي يعني، ما يدخلون وربك ما يدخلون اذا ما يكملون حجر. شكرا لكل الاخوان اللي، شكرا للي انطى المكان، شكرا للي انطى الحمايه والاكل، وشكرا للي راقب صحيا، وشكرا الاستاذ جورج، ونقول لك هابي استردي وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. اهلنا المسيحيين والعراقيين والعالم كله بخير. حقيقه الامر وردت معلومات في ان الاخوه المحجورين في منطقه برطله يعانون من نقص في الاطعام والحاله النفسيه. وجه السيد محافظ نينوى بحضورنا بصحبته الى الموقع، والتقينا بالاخوه المحجورين وهم بصحه وعافيه جيده، ولكن التعليمات تنص على بقائهم لمده 14 يوم ثم الذهاب الى عوائلهم. معظمهم من أهالي مدينة الموصل من الأقضية والنواحي ومركز مدينة الموصل. وجدنا حقيقة كل وسائل الراحة متوفرة لهم، وتحدثوا عن كميات الإطعام التي تصلهم. شكرا للقائمين على هذا الجهد من أبطال الحشد الشعبي، وأيضا من الأخ المتبرع الأستاذ جورج كركونيا الذي تبرع بالموقع، مدير ناحية برطلس، القادة الأمنيين، الشرطة متواجدين، إضافة إلى المفرز الصحية. الكل قائم بالواجب، لم يبقى إلا أيام بسيطة، 5 إلى 6 أيام من المدة المقررة لحجرهم، ثم يعاودون إلى أهلهم في مناطقهم إن شاء الله. بعد مكالمة الهاتفية من قبل السيد محافظ نينوى قبل 3 أيام، وكان الوقت متأخر بأن هناك أشخاص من أهالي الموصل متعلقين خلف سيطرة شهيد سبهان، قمت برفقة الأخ مدير الناحية بإيجاد مكان للأخوة، ويبلغ عددهم حوالي تقريبا 37 نفر. وكانت الظروف الجوية حقيقة صعبة كلش، كانت أمطار وعواصف رعدية، ورغم ذلك جئنا إلى هذا المكان، وبتفضل الأخ الأستاذ جورج أحد الأخوة اللي يمتلكون هذا المكان، هو عبارة عن مجمع سكني حقيقة تابع لإحدى المشاريع الموجودة بالمنطقة. فشفنا المكان، كان مكان مناسب ومتوفر بالماء والكهرباء وكل أسباب الحياة، وفعلا على يعني على وجه السرعة قمنا بتجهيز الفراش والبطانيات ووجبة عشاء كاملة للأخوة، ونقلناهم من خلف السيطرة رغم أنه كانت أمطار وعواصف رعدية قوية، جبناهم إلى هذا المكان، وهناك مفرزة طبية يتابع أمورهم الطبية، ونحن ضمن هذه المجموعة العاملة لتحقيق قضية العزل الصحي اللي هو يبلغ 14 يوم إن شاء الله تعالى، رغم أنه الأخوة كلهم الحمد لله وشكر ما بيمشي، ولكن للاحتياط
بأنه يكملون هذه الفترة ويرجعون إلى أهاليهم.